الحلقة بتاع اليوم. لحظة بركب ليه؟ ما نصدقش حياتي خطيبي. صباح لبس عليك. شكوني هذا؟ خطيبتي. شو مقتلش عليه؟ شكوني هذي؟ صاحب صاحبتي. شو بيك ما قلتليش عليها؟ ريان في بالي بيك مط. في 4 شهور فيسع بدلتي بوحدة أخرى وأنا كل يوم نخمم فيك. صاحبي ما نحبش اللحمة بينتكم، أما والله كل يوم نخمم فيك. تجا تفرج لقيت الزين هذا الكل وشان تروح عليه يا ساقط. بالرسمي ساقط يلي ما تتعشرش. والله عليك متعشرة صح. ريت رجال كلكم كيف كيف. والله كلكم كيف كيف. أو لا 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 سمحني نقصد راه فما كعبة ما عليه جوز كان تحل عينك عليه شوي. اسمع مش هكينا خلينا ما بيناتنا نحكيو فيهم مش قدام الاشكال هذي. اوكي هاي وي نحكي كلمتين مع الطفلة. جونتا دخان جونتا دخان جونتا دخان جونتا دخان. جاتني ديجا فيو اقسم بالله العظيم. والله السيدة ذات السيدة ذات تحسوا كان يكتبوا فتشات عنا. والله انتم كجماعة اللي يكتبوا فتشات يجي كيف بده يكتب لك في كومنتير كي مقلوب ما عنده لا راس لا ساس. هذه هو انت هو لقيتهم. جونتا دخان جونتا دخان جونتا دخان جونتا دخان. اخي جاتني ديجا في ولا هو عاد في كلامي هو تو برا ارتاح برا. ايش صاحبي نحكي لك ايش ريتو بوبو هذاك من الدنيا دخلت بعضها سرق برشا بلاكيت زق. صح يا امين ويلكم. يا اخي تبلانت من وقته هو جونتا دخان واللي راه عنده سيجارو طولي صرف خاطرو مش عادي راهو السيدي هذاك راه يخي ديكاتلون هذا يا من جبتوه صورة تاع الضوء. ايه صاحبي حكاية طويلة. ريت السباس هذا اللي احنا فيه مسكر دايرين بيه حيوت عالية من الكاتفاس اقل ريسك باش يهدوا علينا خاطرنا نتبعوا فيهم بالكاميراوات. والسبب اللي خلانا نركشوا هوني انه قبل صنعوا فيه سيستم يخدم بالطاقة الشمسية خاطر بريسك كان يخدم 24/24. اما توا بيان سور استغلينا الفازة هاتي وركشنا هون عندنا سورس متاع انرجي نجمو نوفرو بيه الدفاء. كي تبرد الدنيا نخدمو شوفاج نجمو ندوشو ونغسلو حوايجنا اللي هما موجودين بكثرة كل نهار نبدلو لبس وريد حتى كي نفدو ونجمو نوحلو فيه الوقت ما نحب. يعني الاسباس هذا الكل متاعنا. شكون قال اللي من اكبر مراكز تجاريه في تونس باش يولي دارنا؟ اي والماكله مين جاي سبونسوريزي البوب اما حاجه باهيه هي اخرى صح. اش تقصد بيه يا جماعه تودتونا زوز عباد اخرين اللي خايفين منه جاي ولازمنا نواجهوه. خايفين من شنو؟ الماكله متاعنا نجيبو فيها من المغازان واخر مره عندها شر زدموا علينا الوحوش وسكرنا عليهم غادي. ما فماش مغازه اخرى؟ كلمناهم الكل قد كان المغازه هذه الستوك نتاعها مازال يعيشنا عامين القدام. اما مشكلتها معبيه بالوحوش وتو ما دام زدت انت معانا هيا نصدم. ايه انا اي اللهم ما تقدش روحك هذيك حاجه اخرى. برا وطول اخرت التواليت. والله التواليت التواليت باش نستناوك كبيره مش صغيره نسالش باش نستناوك تو نقعد مع البنات يعني. برج ولاد تحسهم خايفين مشكل البنات. وراني خايف وكاهو في حد شيء ده تحقر فيا صاحبي تحقر فيا تعرفنيش راني بطبيعتي كاره الدنيا يعني عادي تو كان تركب لي نمشي واحد يجيب الماكلة وتجي. تفضل بو يعني مش توا توا فهمتني يعني. اسمعني صاحبي من الاخر كانك خايف. انا خايف انا خايف دي سير سي دي يعني مش بالك انا خايف.
هذاك توزارو كيمشي بوشي على تيم وحده في ورزو يبدا مفجوع كي وقول له انا بوشي واحد بعد يقول له يبدا يد مش مش تخرجي انا مش تزيد نظرك مرانيش من لو خوش لعبيت كيفاش مالك كملت هالجي ها استعمل نبدل في بوشي برمي مفتاح 17 تك تك شوف فيك مقبيلة تبع فيك راني من كميونة لكميونة وانتي تتسلوس اشتعاول اخرج جيزي من الخوف انا خايف انا خايف عبيت تخبع قبليني وانتي خايف اتري ديك برمي ديك انا خايف كيفاش انا خايف ساعتي اول ما تدخل غادي باش تموت باقي يحقر في مانيش نحقر فيك اما اول ما تدخل غادي باش يشموا عليك ريحه الانسان احنا عادنا فاش فاش نعمل فيها في مواد كيميائيه كي تعملها ما عادش يشموا عليك حد شيء فحل ضبطك هاي صحيح مش يا اخي مش عارفني مو غادي هو الزومبي ريحه تخرج من غادي خاطر حركه حركه هاي ضبطك ليه ضبطك ليه اي امشي سي بون سي بون برك سي بون شنو مستقي يا اخي كل مره بسيق انت يدي ديك باش نجيب نجري بها تيلا علينا تو حاضرين وليد حاضر حاضر جون حاضر انت جون اسمعني انا برجو ليا بديت تحير على بنات باش نرجع بحذيهم باش نرجع بحذيهم ودي ايش ودي راجع ودي راجع دخلنا توا سي بون بيسمعني اسمعني باش تمشي انت وبوبو من غادي توا لازمنا نتفرق تلموا اي حاجه باش تلقاوها ركز معايا وبعد تقبلوا لي الكيس اه في الكيس باش نخلصوا ما جبتش فلوس يا نرجع نجيب فلوس ما نجي نرجع فلوس فلوس شنو اللي باش تجيبها ماكش باش تخلص ماكش باش تخلص يا ودي جوست خاطر اقرب راسه للباب حل مخك شويه تو ثبت فما شكون انت باش تخلصوا في الكيس ترى بالليل ثبت ثبت ترى مش قلت لي ثبت فيش ثبت فما في الزومبيات قاعدين يشيلوا في الشيبس اش بك انا صابك يحل مخ شويه زي من البيمه هاي بوبو شبيه معوج هذا معوج تعويج اخي كلبه في الورزون من دون تيم كامل يضربوا كان هو والله هذه قصتي في الورزون بالضبط بيسمعني ركز معي قاعد الرافي كل شيء من هنا يا راني تبعني تخرجك من باب الدليل وتقابلوا غادي قدام يا مرد بيرك راني مش قاعد الرافي حد شيء اوه لحظة لحظة بيرك المرد مشكور مش اسمع راني مش اسمع تتولي تدرج فما شكور وراي فما شكور وراي اخي ما تموتش انت ما تموتش ليه كورو كورو بيجي ولاد فهمتوا عليك
امشي على يمين. والله حما في الورزون يبدأوا كل خلدين عليها. اه وذا يا اخوي اللي سالها له. واش قدرتك انت توا؟ زومبي كاراتيه. ما تعذوه عذوه اوجي اوجي لو لو خش معاه سكر 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 يا ولد مش خلوه لداخل استعمله يمشي زبر هاي جو انت بيه سامحوني بيه سامحوني اسمعني هنا شعور البنية طي جاي البنية كلمته فهم شيء روبة تو عظني عظني مين عظك انت مين عظك من البلاسة حسيسة شي تحك فيك شي ليه شي 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 يا اسمعني كي جيو البنية ما تقولهمش لينا تعليت من البلاسة حسيسة عضو زومبي من تربته شوفي وقته مش موت سمعني انت بين طفل كذاب ياسر لما قلبك بيه حاجة برك الوزيك عليه طفل هذيك في عينيك اوي 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 ميت الله يرحمه ميت قول لهم يعني نحبك برش برش بيك تقولها كيفاش موت ما تقولهاش اسمعني مادام عاود حييت فما موضوع نحب نحكي فيه معاك شنو قول لي الطفلة الأخرى قلت لي حطها في عينيك متفاهمين فيها وصاحبتك هذيك بتبيعتي عندي زوج عينين تحب نحطها في عيني ما قلقش توقتو توقتو ميت 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 طوب الرسمي ميت ميت تموت ولا احين هالرايحه ليش هكا حاجه بركه باش نقول لكم بعد نقعدك شنو شنو ميت طوب الرسمي ميت تاني مشي وهي ليه مش تخليه وحده ليه ميت سيبوه امشي ملا خدمة برجولية ملا خدمة برجولية ليه برجولية والله يعطيه الصحة والله وحدهم يخدموا وحدهم يعملوا ملا خدمة بالرسمي خويا الدنيا لله العظيم اللي البرامج اللي في التلفز والكرمي ترأس اسمهم يا ربي وال سميهم ربي هم والواحد السيت كوميت ولا سميهم ربي في رمضان تينا سيت كوميت ونزحت يا هاي خدمة خليه ولعبيدنا لا يلعدي بلاد ظلم هذي والله بلاد ظلم والله بلاد ظلم يعطي الصحة والله يعطي الصحة بيه قبل ما نمشي ماينكرافت